سلاح واحد وهو الصوت، وكتعطيك فرصة. ما تقولوش ليا بلي الاخرين غادي يخدموا الفلوس ولا غادي يخدموا العلاقات ولا الى اخره، هادشي ما فيه شك. حنا عندنا بحال المغرب عنده ميدي المروكو، حنا عندنا ميدي البيجيدي، عندنا يعني نوتر دو فيز، العملة ديالنا هي انه انت راجل معقول وتتمثل حزب معقول. الحمد لله اللي يوكل ربي سبحانه وتعالى سهل لك المأمورية، المغرب كله تعرفك المواطنين اللي عمرهم ما عرفوا شكون هما السياسيين، ولاو تعرفوا شكون هما السياسيين، مجالس الحكومة اللي ما كانوش الناس كيعرفوها كاع شنو هي، ولاو تيتبعوها يعرفوا شنو تيخرج عليها الى اخره. سهل لك المأمورية، خاصك مي فو فرونشي، خاصك تجتهد باش تخلق الحماس. كاين واحد النوع ديال الترهل في المواطنين بالنسبة للعمل المباشر اللي هو تسجيل اللوحة الانتخابية والذهاب للتسجيل وداك الشيء. وشنو هو الدور ديالك انت الا ما حاربتيش هذاك صافي ولا الدور ديالك؟ لانه حنا علاش تنراه ممكن تقول لكم قبيله على تجاوز الاشكاليه بين الدوله والمجتمع. ملي غادي المواطن يعني يشوف ويتابع المباراه السياسيه وتولي كتهمه، غنطمئنوا، ما غيبقاش خطر الارحام، ما غيبقاش، لانه صافي المواطن مشغول بشيء اخر. غنطمئنوا لانه المواطن بدا كيشعر بلي حقو اللي كيستحق كيوصلو. وهذا لن يقع الا اذا استطعتم ان تقنعوا كي تحركوا، ماشي فقط يكون دابا هو المواطن كيظهر اذا كان راضي على الاداء ديال الحكومه وديال العداله والامنيه راه زعما لا باس به، لا، ولكن ما من خارج وهذه هي المعركة الحقيقية. نقول لكم أكثر من المعركة ديال النجاح في الحزب ولا عدم النجاح.